بعد شوية التالي بس لك على البدايات متاعك مع الكورة أول نهار هزيت الساك متاعك مشيت ليكول بديت هكا بديت في الاسبيرانس انت بديت في الاسبيرانس أنا في ليكول صغير مشيت عديت انت تسكن في رأس الجبل وقتها ولا لا 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 فرينا فرينا نحن مش رأس الجبل لا لا أصلي يعني أصلي من رأس الجبل دونك مشيت للترجي الحق يعني عديت موسم في ليكول ما كنتش نلعب برشا ما كنتش دونك موسم ما كملتوش بعد مشيت تستيت من الاول كيفاش مشيت تستيت يعني قبلوك قبلوني دخلت في المجموعه بون صغير برشا يعني برشا اشياء دونك ما مشيتش كيما نحبها انا الاختيارات الفنيه شنو بالضبط اختيارات فنيه نحن اختيارات فنيه اشياء اخرى لكن ما لعبتش ما كنتش نلعب اي شنو اشياء اخرى ما نعرفش ما كنتش نلعب انا كنت انسان هزي جبت زيت ساكي هزني الوالد الله يرحمه شافوا فيا اللي عندي موهبه نجم نكون ملاعبي مشيت ما مشيتش الامور هزيت روحي وروحت ما شفتش ما لعبتش بالكل ساعات تدخل داك تلعب هكا شويه داك في البوست هذيك نتاعك ما كنتش اي لا, لا 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 كنت نلعب ديما ريجيسور يعني ديما ما تحلكش معاش ملاعبي صغير مش ملاعبي انسان صغير معناتها طفل صغير ما يلعب ما اول تجربه لي في كيف كبيره يعني ترجي ما يلقاش فرصته ما يتيحش المورال شويه ما تحلكش ما تقلقتش وقت اللي خرجت لا انا ما تقلقتش تعرف علاش على خاطر وقت اللي يعني وقت اللي خرجت من البارك نهار اللي خرجت من البارك عارف روحي لي انا ما عادش باش نرجع انا قررت قلت ما عادش باش نرجع ما عادش ندخل البلاصه هذيك ما عادش ندخل ما عادش نرجع ما نرجع الا ما يكلموني اوكي يعني نذكرها يعني كيما تو ما نرجع قلت الا ما يكلموني وذاك اللي صار مشيت للجمعيه ريانا علاه مشيت لريانا بالذات مشيت ريانا على خاطر ريانا انا ولد ريانا اي نو ما تمشي بلاص نيفو مع احترامي لريانا تمشي عاش كيف واحد اخر طلع في الديفيزيون الاولى عاش ستاد سيوتي الكلوب علاش ليه ولا مشيت لريانا على خاطر بحكم اللي انا نسكن في ريانا وبحكم اللي ريانا يعني خرجت من لعبيه كبار وعندها اسامي وريانا وقتها راه مش كيما يعني مش كيما توا كان فيها اسامي وكان فيها مدربين معروفين وكان فيها يعني برشا اداره ممتازه مشيت لريانا عديت اربع سنين في ريانا عرفت المنتخب في ريانا عديت مباريات كبيره ناس ولات تجي تتفرج ناس ولات تتبع فيا ناس ولات تكلم فيا دونك بدات الابواب تحلت لي ملي انا موجود في ريانا دونك من وقتها يعني جات فما اتصالات عاودوا كلموني الترجي وكلموني وانا كدي الترجي ونادي الافريقي وقتها يعرفوك كلهم انا وكلموك اي بيان سور خاطر شوف جمعيه الكبار ديما تبع كسوة في ريانا ولا كسوة في جمعيه الاخرين ديما خاصه يمشيو ليكيب ناسيونال يمشيو دونك تبدا انت موجود في ليكيب ناسيونال وفي جمعيه يعني ماهمش من الكبار دونك اكيد عندك حاجه يعني موهبه عندك حاجه علاش تبدا موجود في ليكيب ناسيونال دونك وقع انت دابي كرموني الترجي والكلوب كرموني الترجي والكلوب علاش اخترت لاسبيرونس رغم اللي كانت عندك تجربه ماهيش باهيه مع الترجي فيش مش باهي تجربه اولى تجربه اولى واحد صغير وقتها ما عادي جدا انا ما خفتش تعودك ليش ما نخافش شوف انا ما نخافش عندي ثقه في روحي ونعرف روحي على شنو نجم نعمل مهما يصير بالنسبه لي انا كلمه واحد انسان فشلت في بلاصه فلانيه ولا فشلت في بلاصه فلانيه انا ما تعنينيش بالحق ما عنديش الكلمه تاع الفشل هذيا واحد اخر في بلاصتي انا صغير يمشي يلعب في جمعيه وما يلعبوهش وكل يوم يبطل الكوره يمشي في حاجه اخرى هو صغير سورتو يمشي يتلعب لكن انا لا شد صحيح في الكل شديت صحيح عائلتي واقفه معايا دونك ما علاش ترجي على كل يوم فيضلت خاطرك مكشخ انا مكشخ عائلتي مكشخين يعني الناس الكل نحبوا الاسبيرونس دونك ما كان اخترت الترجي وقتها في كادي انا كادي مشيت في الكادي مشيت الامور كما يلزم معناها تلعب تكور تاخذ في وقتك تاخذ فرصتك مشيت الاسبيرونس عديت عام نورمالمون تعدي عامين كادي عامين جونيور ومن بعد سبور ومن بعد سينيور انا عديت عام كادي عام جونيور عام سبور وسينيور معناتها كل عام تطلع للي من بعده كل عام نربح عام فهمتك يعني دونك الامور مشات فيسع لقيت روحي في يعني في نسق كبير لقيت روحي فرضت نفسي راهو برشا من اللاعبيه تدخل الاسبيرونس يخرجوا من اللي اعمارهم كادي جونيور سبور بعديك ما تلقاه خاصه الباساسيون مش تلقاه ديجا للسينيور ما تلقاهش في الوقت هذاك راهو فما لاعبيه في السينيور كنت تتمنى يعني تتمنى تبدا تتفرج ابش نسبك كيفاش طلعت السينيور؟
طلعت السينيور، انا ساعة كنت طلعت للسينيور من اللي موجود وقت المدرب الجزائري علي الفرقاني. دونك كنت نطلع يعني نمشي نتمرن نرجع كل مرة كيفاش يعني. فهمت حتى ديكاستيل قبل ديكاستيل صحيح كيف كيف مع ديكاستيل، لكن بعد بعد مع سي فوزي البنزرتي انا نترينا في 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 السبور مع سي نزار خنفير، انا داخل لونترمون قالوا لي راه سي فوزي حشتو بيك وقت الاسبيرونس تاعها بتحضر في ماتش ديربي كونتر ستاد تونيزيان وقتها سيتي يعني ديربي 2003 هذا 2003 2002 2003 قالوا لي راه حشتو بيك سي فوزي باش تمشي ترينا معاهم غاديك في في السينيور. مشيت شنو احساسك وقتها؟ اي فرحة كبيرة. اي فرحان بيان سور فرحان، فما اسامي كبيرة وقت موجودة في الفيلم. اي افصل لك عليهم دونك دونك كي مشيت ديريكت قال لي حضر روحك راك باش تلعب تيتولير في الماتش ستاد. من السبور لقيت روحك لقيت روحي اساسي علاش؟ اساسي وقت قبل تبعك شنو؟ اي شافني خاطر بحكم اللي نطلع يعني نطلع نترينا في السينيور. ونرجع وبحكم اللي نقدم في مباريات كبيره مع مع السبور وموجود وفرض روحي وفرض اسمي وموجود في المنتخب. اما نوما ما بتعتذرش كمان معناتها تبقى شويه بنا شوف شوف تاخذ ربع ساعه تاخذ نص ساعه ديريكت تخرج مع بعض في ماتش ديربي مع ستاد. طلع ديريكت في ماتش ديربي مع ستاد وقت ماتش تيتولير لعبت فيه وقت جوهر المناري نذكر مريض ما لعبش. شوف راه فما مدربين ياخذوا عندهم شخصيه وفما مدربين يعني يشجعوا الملاعبيه على خاطر اللاعب لاعب في 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 فتره كما تعطيهش فرصته يجم يضيع وتكون سبب في يعني ضيع له كارير نتاعو. دونك الحمد لله انا لقيت فما مسؤولين فما مدربين اللي عاونوني واللي بالحق يعني سانسيرمون يعني لازمني نقولها عاونوني وكانت عندهم ثقه فيا باش نجمت نوصل باش نجمت ننجح. باهي خلينا نرجع لك مثال اول نهار دخلت الفيستير نتاع السينيور تلقى نجوم كيما اسكندر السوية حاط على ثابت بدر ابو جعادي ظهري شكر الواعي على كلمه اشغال. صحيح. كيفاش اول نهار احكي لي على الكوليس هذوكم نتاع اول نهار؟ ساعه نحن وقت اللي ندخلوا نلقاو الملاعبيه يعني الاسامي هذيا ما تنجمش لا تتكلم لا يعني تحشم منهم بريتو تقدرهم فما كان فما قدر كان فما احترام والحق يعني الملاعبيه هذوما الكل بالحق يعني هم يعني اللي عاونوني باش ندخل في الاجواء نتاع نتاع ليكيب سينيور يعني بصفه كبيره يعاونوني ويقفوا معايا بالنصائح في بعض الاحيان وقت اللي يلزمهم يتغشوا عليك يتغشوا عليك. ظهر لقيت لي دول نتاعك غادي زاد اسكندر سوايح كنت مغرم به برشا. اسكندر بيان سور حتى كنت في ريانا ظهرلي في مينيم سالوك في جريده قلت في جريده سالوني شكون النجم المفضل عندك قلت لهم اسكندر سوايح بعد رجعت الوقت واسكندر شو يعني اسكندر من اكثر من اللاعبيه اللي وقفت معايا من اكثر من اللاعبيه اللي وقفت معايا وعاونتني ودزت معايا و... رغم اني بريسك نفس البوست انت ديفونسيف شويه لكن بريسك تقريبا اي شوف الملاعبيه الكبار هذوما ما عندهمش هذايا نفس البوست انت وياه ولا فما ملاعب كبير يحقق يخاف من الملاعب. انا بالنسبه لي ما فماش هذايا فما عندك عندك امكانيات تنجم تلعب وتفرض روحك تلعب ما عندكش امكانيات تولي تلوج على اي حكايه اخرى. سليم شيبوب داز معك زاد من لعبة اللي فاضتك في السينيور بالطبيعه عنده فضل كبير علي انا سليم شيبوب على خاطر فرضني في الفريق الاكابر ويعني وقف معايا وشجعني و فرضك كيفاش معناها فرضك على فوز بنزرتي ولا شنو؟ لا 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 فرضني على خاطر وقتها كانت فما فتره نتاع الترجي كما قلت لك يعني برشا ملاعبيه صغار يطلعوا بعد كي يمشيوا في النوادي اخرى وسليم شيبوب عنده عين باهيه راهو يعني انسان يفهم برشا كوره ويعرف الملاعب اللي يجم يعاون الفريق ويعرف الملاعب اللي ما ينجمش يعاون الفريق دونك شاف شافني اللي انا ما دام طلعك اكيد تقول عنده عين باهيه صحيح عندي من الشخصيه اللي نجم نفرض روحي وعندي من الامكانيات اللي نجم نفرض روحي في وسط الكوكب بتاع النجوم اللي موجوده وقتها دونك والحمد لله يعني كنت في المستوى بالنسبه كمان برشا ملاعبيه هاجموا سليم شيبوب خاصه بعد الثوره شفنا برشا تصريحات من ملاعبيه خاصه في الترجي قبل كيما عياد الحمروني طارق ثابت بشير السحباني حتى خرج ترجي بوعزيزي كيف كيف هل صحيح انكم ما كنتوش واخذين حقكم وقتها؟ ذوما ما بحبش نرد عليهم اللي